ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف في فيديو جديد مينو زين باموس. طبعا مينو زين انا تقريبا ده تاني مرة اشوفه تقريبا امبارح الاسم ده، فطبعا الاسم اللي بيتكرر لازم اعمل عليه رياكت اللي هو مين ده. اوكي فخلينا على طول نخش على الفيديو، يلا ليتس جو. بداية حلوة، واو بداية حلوة. يا ترى مروان موسى هيبقى زي يعني زي مروان موسى؟ خلاص اوكي. والتصوير برضو حلو، التصوير تحفة. اوه في شعر. اوكي مينو فاموس يمكن تيرا بيج بوس انا والجانج برا للصوف تبقى سوا مينو فاموس مينو فاموس يمكن تيرا بيج بوس انا والجانج برا للصوف تبقى سوا تبقى لنا كوح زفلي كان باكو جيب لوبين جيب لاكو انا والجانج في الباكو. هو ده عربي زفلي كان باكو جيب لوبين جيب لاكو انا والجانج في الباندو مش عندنا تتساكو مينو فاموس يمكن تيرا بيج بوس انا والجانج برا للصوب تبقى سوا تبقى لنا كوح زفلي كان باكو جيب لوبين جيب لاكو انا والجانج في الباندو مش عندنا تتساكو حاجة تربي واخد الستير نقلب فيها قالوا مجانين سهل ان عادي ناس كتير خلفاء والسن سكاكين تعالي بس لوكي شوفي جوه قلبي سنوين مش هحلك زي كوفي بنتك عارفه النبره نفسي في الكلام. بس طبعا هي الاغنية حلوة بصراحة، انا عجباني عجباني بس عايز افهم هو بيقول خلفاء والسن سكاكين نقلب فيها قالوا مجانين سهل ان عادي ناس كتير خلفاء والسن سكاكين تعالي بس لوكي شوفي جوه قلبي سنوين مش هحلك زي كوفي بنتك عارفة النبرة صوتي مخي فوق صعب 7 دايز انا وبس ما فيش من اتنين شاب رجولة ومعدين العيب من ابونا اخو العيشة زين نودي ونزعل بكرة نبقى جلوبال خلفاء وبس مش يا ريت تكتبوا لي برضو اسامي اغاني ليه تاني لان انا حابب ان انا اسمعه تاني بصراحه. انا عجباني تصوير اغنيه، انا بحب انا الحاجات كده مش فاهمه بس اوكي حلو اسمعها حلو اللي هو اوكي حلو فهمت بحب انا الحاجات اللي كده. جوجل انا وش طار في الاوضه يا مينو فاموس يمكن تيرا بيج بوس انا والجانج برا للصوت تبقى سوا تبقى لنا كوح زفلي كان باكو جيب لوفين جيب لاكوس انا والجانج في البند. هو بيتكلم عن جانج. اوكي اوكي خلينا ماشي اوكي في الفيديو التاني. اوكي مش عندنا تتساكو مينو فاموس يمكن تيرا بيت بوس انا والجانج برا للصوب تبقى سوا تبقى لنا كوح زفلي جنباكو جيب لوفين جيب لاكوس انا والجانج في الباندو مش عندنا تتساكو لعبنا كتير وقلنا الحمد لله شفت ايام غيري ما شافهاش بتوع بكره بس بتوع كلام وشك كل زميلي كده مات عامل اجماع زي الماري جي واحده زميلي من الصالو باي بصوا بتحسدونا على ايه على كلامك خلي الصبح ليه. انا نفسي الناس في الشارع في مصر كده تبقى ستايلها كده زيه كده بالظبط، يعني تحفه. انا عاجبني ستايله بيفكرني بالامريكان فحلو. هغفلكوا زي كينيدي كل في الجامعه كده مليان اشتغل ونطلع الانرجي حط بيها على الانميز يا نو حطها على الانميز اوكي املك اشتغل ونطلع الانرجي حط بيها على الانميز يا نو املك جيوبك وبعديني كور مع عاصم اخويا وخليفه الزور خليفة الزون نعصم اخويا وخليفة الزون نعصم اخويا وخليفة الزون مينو اديني كون نعصم اخويا وخليفة ليا عاصم اخويا وخالي في الزون املك جيوبك وبعديني كون نعصم اخويا وخالي في الزون مينو فاموس يمكن تيرا بيج بوس انا والجانج برا للصوب تبقى سوا تبقى لنا كوح انا والجانج برا للصوب تبقى سواء تبقى ليلة كحل زفلي تبقى سواء ليلة كحل كمباكوس انا والجانج برا للصوب تبقى سواء تبقى ليلة كحل زفلي كمباكو جيب لوفين جيب لاكوس انا والجانج في الباندو مش عندنا تتساكو مينو فاموس يمكن تيرا بيت بوس انا والجانج برا للصوب تبقى
الفيديو ده كان ناقص ناس معاه، الفيديو ده كان هيبقى تحفة. ستايل اللي هو اللي بيبقى معاه ناس ويقعدوا يتنططوا، نفس ستايل التنطيط هيبقى، الفيديو ده كان هيبقى تحفة. هو الفيديو تحفة ما فيهوش أي مشكلة، بس لو معاه ناس كانت، كان هتحس إن فيه يعني في الحتة اللي هو بيتنطط فيها دي ومعاه ناس مثلا وراه اللي هو ويغنوا معاه مثلا، يبقوا من ورا كده يغنوا معاه والجو ده. كف الباندو جوش عن تلات انساكو. شكرا يا اسطى على ال احنا نسمعكم في الاخر ناخد ال حتى صورته، يعني صورته تحس ان هو، يعني انا لو شفته بالصدفة كده اقول ان هو مش مصري، استحالة اللي هو لو اتكلم مصري اللي هو يا اسطى هو انا بقيت افهم انجليش كده ولا في، يعني بقيت اسمع الانجليش عربي وفاهمها، هيبقى في لخبطة. فاللي هو ايه المفروض ان انا بترجم الاول الانجليش في دماغي وببقى سامع انجليش، عارف ان انا بسمع انجليش فاهم. علينا كده خلصنا الفيديو، انا لو ناعك باني مش فاهم منها حاجة، حلو ياريت تفهموني كالعادة عشان نتقرب من بعض كده ونبقى أصحاب، مش مجرد واحد بيطلع في كاميرا وتكتبوا كومنتات، مش مجرد كده بس. اوكي كده اقول لكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويلا تشوس.